السلام الله عليكم متابعينا اينما كنتم في عدد جديد من حصتكم الاخباريه ترندينج، حيث سنتناول اهم الاحداث التي تداولتموها انتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتويتر. تفصلنا 4 أيام عن انطلاق الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، وتحضيرا لافتتاح هذا العرس المتوسطي الذي سيحضره ضيوف الجزائر من مختلف بقاع حوض البحر الأبيض المتوسط، يتم تجهيز المركب الأولمبي الجديد بالقايد لاحتضان حفل الافتتاح، ما سيمنح للحضور واحدا من أحسن عروض المواهب الجزائرية. وبالطبع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي نصيبهم من التعليقات كذلك، والتي رصدناها لكم حتى لا يفوتكم شيء منها، حيث كتب خطاب عزيز معلقا على هذا الفيديو: إن شاء الله دورة فريدة من نوعها أداء وتنظيما، وتكون صورة مصغرة لتنظيم كأس إفريقيا بالتوفيق إن شاء الله. مراد ديزاد علق كذلك على هذه الصور والفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: بالتوفيق إن شاء الله، دورة ناجحة بإذن الله، سواء من الناحية التنظيمية من جهة ومن خلال نتائج مشرفة لأبطال الجزائر، بالتوفيق إن شاء الله. خلافي محمد زكريا علق: ستكون دورة ناجحة بإذن الله تعالى، وستعطي صورة جميلة ومشرفة للجزائر. مريم رحمون علقت على هذا الفيديو كاتبة: ما شاء الله، أمنيتي زيارة وهران إن شاء الله يا رب عن قريب. إن شاء الله يا مريم تزورينها خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذا وكتبت أم مهدي معلقة: الله أكبر، ما شاء الله، لازم نحافظ عليه. تتحدث عن ملعب بالقايد، إنه مكسب لوهران والوطن. نبقى دائما مع الباهية وهران، وفي إطار استعدادها لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط، رأى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يشاركوا بطريقتهم الخاصة في الترويج لجمال مدينة وهران ورسم معالمها الثقافية والفنية وأسواقها الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن ينسوا كذلك ما تحوزه هذه المدينة الجميلة من مرافق عمومية في خدمة المواطن وضيوفها. مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدتهم لهذا الفيديو علقوا عليه كثيرا، فكتبت سهيل رمزي: ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يحفظك بلادي الجزائر الحبيب. خولة تيالم كما تسمي نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي علقت على هذا الفيديو: ما شاء الله، وهران شابة وناسها في القمة، ربي يحفظها ويحفظ الجزائر. محمود موسى علق كذلك كاتبا: ما شاء الله، شيء يشرح الصدر، وكيف لهذه المناظر الجميلة ألا تشرح الصدر يا محمود. وبما أنكم أنتم تحدثتم عنه، قررنا نحن بترندين كذلك أن نتحدث عنه. فقبل سنوات قليلة فقط أجرى صاحب هذه الصورة عملية جراحية على قلبه، عملية جراحة قلب مفتوح، فظن البعض أنها نهاية مشواره الرياضي خاصة مع تقدمه في السن، لكنه رفض الاستسلام. نتابع الفيديو الآتي.
يصور هذا الفيديو تحقيق سباحة تونسي نجيب بلهادي إنجازا عالميا بمثابة، حيث رفع تحديا صعبا عندما قطع مسافة 155 كيلومترا بين ساحل بانتيلاريا في إيطاليا والحمامات في تونس، حيث سبح بلهادي وهو بالسبعين من عمره لنحو 64 ساعة متواصلة في مياه البحر الأبيض المتوسط بمرافقة أمنية وطبية. صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر هذا الإنجاز الذي قام به نجيب بلهادي، معلقة عليه: التونسي نجيب بلهادي صاحب 75 سنة يحطم رقم قياسي في السباحة بعد قطعه ل 155 كيلومترا دون توقف من إيطاليا إلى تونس. انهالت التعليقات على هذه المنشورات، فعلقت ميتيلدا: أنا متر على الشط نجي نغرق. بينما علقت صاحبة هذا الحساب من جهتها كذلك: وأنا اللي نعوم في الرمل ونخاف نغرق. يا من علقت بهذا التعليق: أنا الذي احتفلت بعيد ميلادي 25 البارحة، إذا عمت دقيقة واحدة تنقطع أنفاسي. هذا وكتب هذا المعلق من جهته: الله يبارك، الله يبارك بالفعل ما شاء الله على هذا الإنجاز. متابعينا بهذا التعليق نصل إلى ختام عدد اليوم من الإخباريات ترندنج. نشكركم على طيب المتابعة، نلقاكم في عدد جديد بحول الله. دمتم في أمان الله.